اهلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. امس نزل اعلان باز يطير، احنا نقول له باز يطير، لايت يير، هذه يقولوها الناس اللي تابعوه باللغه الاجنبيه، احنا على ايامنا ما تابعنا لها باللهجه المصريه. سلسله توي ستوري يا جماعه لها معزه يعني ما اقدر اوصفها لكم، لانها مرتبطه بطفولتي وعز طفولتي في اللحظه اللي اكتشفت فيها حبي للافلام تقريبا او لعالم ديزني. وانا رابع ابتدائي كان عندنا ماده اسمها ماده التربيه الفنيه او الفنيه، كانت حصتين في الاسبوع يجوا ورا بعض كذا، الرابعه والخامسه والسادسه والسابعه، ما كان عندنا 7 حصص 6 حصص، فكانت الحصة الرابعة والخامسة تكون إيش؟ فنية، في يوم من أيام وسط الأسبوع. طبيعة الحال مادة الفنية يعني أصلا على ذيك الأيام مادة مضيعة وقت صراحة، ما نتعلم فيها أي شيء، مجرد تروح غرفة الفنية الأستاذ يطلب منكم ترسموا رسمة، اللي بيرسم يرسم، اللي ما بيرسم بكيفه. كانت من أكثر الوظائف المريحة وظيفة أستاذ أو معلم فنية. على كل حال كان أستاذ محمد الغامدي وأستاذ شوكت، كانوا ذول الأساتذة اللي يدرسونا فنية، 2 معلمين في غرفة فنية يعلمونا الرسم. أستاذ شوكت كان مرة رسام، مو موضوعنا. الفكرة أن الأستاذ محمد كان الحصة الأولى الفنية يعطينا فيها إيش؟ درس، أرسموا على الدين، أرسموا مصباح، أرسموا شجرة، أرسموا سمكة، أرسموا اللي ترسموا. والحصة الثانية تكون إيش؟ فراغ. فكان يشغل لنا التلفزيون والفيديو الموجود في غرفة الفنية، وصادف القدر إنه الفيلم الوحيد الموجود في غرفة الفنية توي ستوري 1. فكان يشغل لنا الفيلم، الفيلم كم مدته؟ ساعة وشوية، ولكن الحصة كم مدتها؟ 45 دقيقة. فكان دائما يشغل لنا الفيلم في كل حصة فنية، يشغل لنا فيلم توي ستوري 1 وينتهي وين؟ لما باز يطير وودي يكونوا متعلقين في السيارة الصغيرة ويلحقوا وراء سيارة نقل العفش، ويدق الجرس وما حد عارف ايش صار في النهاية. تخيلوا جلست على هذا الهاجوس سنة كاملة وانا ابغى اعرف ايش بيصير بعد ما وودي وباز كانوا فوق السيارة وقاعدين يلحقوا ورا سيارة النقل. في يوم من الأيام طلبنا من الأستاذ، ترجينا رجاء، أرجوك يا أستاذ شغل لنا فيلم توي ستوري في الحصة الأولى والثانية، نبغى نشوف الفيلم كامل. وبطريقة ما وافق بعد محاولات كثيرة، وفي نهاية السنة تقريبا وافق وشفنا نهاية توي ستوري أخيرا الجزء الأول. كانت يا جماعة رحلة رهيبة. تعرف لما تكون طفل انت أوريدي متعلق بالألعاب، فما بالك تشوف فيلم يتكلم عن ألعاب فيها حياة، ألعاب تتحرك بس لما أنت ما تكون موجود. فتحت لنا الأشياء ذي أفكار كثيرة، كنت أوسوس أقول فعلا شكل الألعاب زي كذا، كنت راقب الألعاب وأنا صغير، وسوست أفلمت. على كل حال من ذيك اللحظة تقريبا خامس أو رابع ابتدائي وقعت في حب توي ستوري، وبعد ما نجحت طلبت من أمي إنها تشتري لي فيديو شيء أشرطة، ما في DVD، أشرطة كذا تجيك مستطيلة، ما أدري أكيد معظمكم يعرفها. طلبت من أمي هدية نجاحي فيديو وتلفزيون او فيديو وشريط توي ستوري. والله بالفعل وعلى ذيك الايام اشرطة توي ستوري الواحد او اشرطة ديزني النسخة الاصلية تاخذها ب75 ريال، كنا ناخذها من محل واحد في الطائف كان يبيعها، محل اسمه لعبتي، اهل الطائف كلهم يعرفونه، هو المحل الوحيد اللي كان يبيع اشرطة ديزني الاصلية. اشتريه ب75 ريال. ايش اشتريت؟ اشتريت توي ستوري 1، وانا عارف بدايته وعارف نهايته وعارف كل شيء عنه. فيب من ذيك الايام انا وقعت في حب توي ستوري، وجاء توي ستوري 2 واشتريناه، وجاء توي ستوري 3. وعلى ايامنا للامانه ال 75 ريال ما كانت يعني في متناول اليد اي واحد يقدر يجيبها، يعني كنت اجيبها بشقى بتعب. فكنت انا واخوي الصغير واختي نجمع حصاله الى ان تجمع 75 ريال وروح نشتري، ما نبغى الافلام ديزني لانها هي اللي كانت كذا فيها مصدر متعه غير طبيعيه، غير الافلام والكراتين الثانيه او المسلسلات او ايا كانت الاشياء للاطفال. فكنا نركز على اعمال ديزني، اخذنا طرزان، بعدين اخذنا حياه الامبراطور، اخذنا حياه حشره، اخذنا توي ستوري 1 و2 و3. فيب جمعنا اشرطه فيديو، بس ما ادري وينها الحين، خساره والله، لكانت بتكون ذكريات مره جميله. على كل حال امس نزل اعلان توي ستوري وين نزل اعلان فيلم لايت يير او باز يطير، احنا بنقول له باز يطير، خلي لايت يير هذه لهم يا حبيبي. فالاعلان للامانه ما اقول لكم انه كان واو، لازم تفهموا اللي في بالي. الفكره انه انا اعرف باز يطير بشكل مختلف، تعودت عليه وحبيته بشكل مختلف. فالاعلان اللي نزل لبيكسار كانه يحكي القصه الحقيقيه للعبه، انه اللعبه مستوحاه من شخصيه فضائيه. ايش هي الشخصيه الفضائيه؟ بنشوفها في هذا الفيلم. انا شفت الاعلان ولكن بشوفه معاكم مره ثانيه، وللامانه قرات مراجعات، شفت فيديوهات ثانيه لبعض التفاصيل الصغيره اللي داخل الاعلان، فبنشوفها مع بعض. واعتذر طولت عليكم. يب الجوهرة ذي
في احد المراجعات على اليوتيوب يقولون انه باز يطير في توي ستوري الاول اول ما خرج من اللعبه وكان مو مصدق انه لعبه، كان يتكلم عن هذه الجوهر انها تستخدم كوقود للسفن الفضائيه تبعهم. هنا برضو في حاجة واضح انه باز يطير يبغى يطير من الكوكب اللي هو ذا مش كوكب الارض، ربما هذا يكون كوكب الارض او كوكب ثاني، ولكن ما يبغى ينزل على ذا الكوكب، يبغى يجي ياخذ لفة عليه ويدخل من هذه الحلقات. ايش قصة الحلقات هذه؟ هل بتوفر شيء او رحلة عبر الزمن؟ ما نعرف، ولكن بنكتشف. يا في ناس برضو قالوا لا، يبدو انه على كوكب المريخ لانه البيئة تبع الكوكب هذا تشابه بيئة المريخ، ممكن مستعمرة في المريخ او ايا كان، بس ما نقدر نجزم. والشيء الغريب برضو هنا انه باز قاعد يطير حوالين كوكب اشبه بكوكب الشمس او الشمس شخصيا، فحاجة غريبة برضو يا اخي، او كأنه قاعد ياخذ طاقة منها بطريقة ما. شايفين هذه الحلقات؟ شايفين الحلقات ذي؟ هذه الحلقات اللي بياخذ بيطير من الكوكب ويرجع ياخذ لفة على الكوكب الثاني ويمر من خلالها. ايش الفكرة انه يمر من ذي الحلقات؟ We don't know. هنا برضو لاحظوا المراجعين الاخرين، صراحة انا ما دققت فجالس اخذ من مراجعات الناس الجاهزة، من ضمنهم قناة روكستار، واحدة من اروع القنوات اللي تحلل التريرات. يا ساتر، لاحظوا انه في وحش هنا اشبه بالاتباع او اتباع زورج، تفتكرون شخصية زورج؟ يب، هذا واحد من أتباع زورج اللي ظهروا في اللعبة في توي ستوري الثاني لما كان ريكس وباز يطير يلعبون لعبة باز يطير. أعطيه. يب، هنا برضو فيه ناس لاحظ ذي الرسمة اللي هنا أو الأشياء اللي على السبورة قاعدين يشرحون إيش اللي صار هنا. هايبر سبيد، يعني باز أخذ الجولة كاملة على الكوكب ورجع، في شيء صار في ذي النقطة، هايبر سبيد سرعة عالية حاجة زي كده ورجع للكوكب. يعني إيش الفكرة أنك تدور على كوكب وترجع إلى الكوكب اللي أنت انطلقت منه؟ فسر في الحلقات هذه. هنا يقول لك كأنه قاعد يشرح سنوات، سنة سنتين ثلاثة أربع سنوات وأنت بتروح. أها، ممكن أربع سنوات بالنسبة للبشر، في رحلتك أنت بتكون مجرد دقيقة. أوكي أوكي، إنترستيلر، yeah something like that. إيش قصة أم الحيوان ذا اللي ظهر من العدم؟ ما نعرف. هنا هذول الوحوش اللي ظهروا في لعبة توي ستوري في الفيلم الثاني، في لعبة باز يطير. في توي ستوري 2 كان يلعب تريكس الديناصور مع باز يطير، يلعبون لعبة على يعني جهاز ألعاب، كانوا ذول المخلوقات أو هذه الروبوتات كانوا أعداء باز يطير في مرحلة ما قبل ما يقابل زورج. فلما شوفوا 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 هنا، يفترض يقال التحريات كلها ترى انه الصندوق ذا او البوابة ذي او ايا كان والنور الاحمر اللي خرج يفترض انه داخلها زورج، ولكن ما جابوا التكملة، جابوا بعدها قصوا المقطع وجابوا ايش؟ بدلة باز يطير، واللي ظاهرة بشكل ريليستيك اكثر من انها مجرد لعبة. احنا هنا نتكلم عن باز يطير كشخصية حقيقية مش مجرد لعبة، علشان كذا البدلة شكلها مختلف، تصميمها اقرب الى الواقع، حتى رسم الشخصيات اقرب الى شيء حقيقي ولكن باسلوب ديزني. بس اعترف فخمة شخصية باز، لو انهم حاولوا يخلوها حقيقية اكثر من اللازم كان ممكن صغروا ديقنوه وسووا اشياء كذا خربوها، ولكن لا، اقتبسوا من شكل اللعبة بشكل مرة كبير. بس اعترف لكم البدلة والله فخمة، مرة فخمة. شوف البدل مرة فخمة، هذا وقتك تطلعي الاشياء ذي، بس قهروني شوفوا ما كملوها.
بياند. ليش ما قلت بياند؟ معقوله بيغيروا الكاتش فريز هذا؟ مستحيل مستحيل. طيب خلونا ناخذ الاشياء الاهم الحين اللي هي مثلا عندنا اي هنا اوريكم صوره اقرب الى البدله، وعندنا هنا كريس ايفن وتيم آلن. تيم آلن اللي هو مؤدي شخصية باز يطير في توي ستوري، كريس إيفن بيكون هو مؤدي شخصية باز يطير ولكن في فيلم باز يطير. إيش الرابط بين الاثنين هذولي؟ ما في أي رابط سوى إنهم كلهم ولدوا في 13 جون. ياب تخيلوا ديزني جوهم رهيب، بس مو معقول انه هذا السبب اللي اختاروا فيه كريس ايفن، ممكن مصادفة بس كويس. كريس ايفن اختيار كويس، ولكن يمكن اواجه صعوبة في التأقلم مع صوته جوة الفيلم، بس بنتعود مع الوقت. الكتاب نفس اللي كتبوا معظم اعمال ديزني زي اب وزي انسايد اوت وزي سول وزي شركة المرعبين، توي ستوري 2، حياة حشرة، كارز، نفس المخرجين نفس الطاقم العمل تقريبا اللي اشتغلوا على توي ستوري هم اللي موجودين في فيلم باز يطير. البسة ذي جاء في بالي انها اشارة الى البسة اللي في كابتن مارفل، ولكن مش نفسها لانها بسة غريبة اطوار، وذيك البسة اللي في كابتن مارفل غريبة اطوار كمان ما ادري ايش وضعها، فممكن وممكن لا. ما اخفيكم يعني بالرغم من انه في اختلاف كبير في طريقة الرسم الا انه التريلر اشعل ذكريات غريبة داخلي كذا. الفيلم راح ينزل في جون في 17 جون 2022، يعني تقريبا بعد 9 شهور، ما حد مستعجل. الفيلم تصنيفه انيميشن واكشن وادفنتشر. The story of Buzz Lightyear and his adventure to infinity and beyond. Infinity and beyond. ما نعرف ليش ما هم معلنين طاقم العمل للحين، بس ما في طاقم العمل على موقع IMDb الا كريس ايفنز، ما في اي اسماء ثانية. ما اخفيكم اول ما شفت الاعلان امس يعني كذا جاتني ايش نفسية انه باز يطير، كنت بشوف باز يطير حقي اللعبة، بس بعدين كذا لما بديت استوعب الموضوع وافكر فيه نو بتكون قصة مثيرة للاهتمام، واتوقع انه الفيلم بيضرب ضربة مرة حلوة، وان شاء الله يكون قد التطلعات. في بوسترات للحين حتى البوستر هذا ما هو رسمي، تقريبا تسليكي كذا اي كلام. البدلة تبع باز تقريبا نسخ لصق، يعني ما غيروا فيها الا اشياء بسيطة، بس من ناحية انه ايش اكثر واقعية، ما هي مورمة زي بدلة اللعبة. فيب الله يعطيكم العافية يا جماعة، هذه كانت حلقة اشبه بردة فعل مع شوية فضفضة وحكايات لماضينا مع ديزني. احب ديزني يا اخي. حينكم ما تعرفوا عندي لوحتين لتوي ستوري، في لوحة اعطوني اياها متجر ام جي ديزاين من الكويت الله يعطيهم العافية، في لوحة لتوي ستوري انا طبعتها شخصيا واشتريت الفريم وعلقتها قبل تقريبا 6 سنوات. اللوحة كانت موجودة ورا ولكن جار عليها الزمن وتغير شكلها فرفعتها على جنب، هي ولوحة فيلم انتاتشبولز. الله يعطيكم العافية يا جماعة المشاهدة، كان معاكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.